دعوة كسر أو برامج كرات كدعذوين ك برامج كواحد كمقدون تان تليها حبس يدحاء مقدشو أو شقذ اللي جفريسي سدوا كلا برامج ك واحد كو أيج دونا محاد كتقانا شن تدل أي كويالان مساجد أو جبضن عالم ك أنا كهرين تليها عيدا كأسلوب الصومالية جرنال مهد عبد الرحمن أذن أيا شقذي كفريسي تليها حبس يدحاء مقدشو سرية جوتو الظاهر عبد الله الراجي كديب دعوذي سدحي توانكي بشان كدعذي حبس يدحاء أو محابيس حبيسان عايسكو ديان إنا يكبح سدان حبس يجا أو ويراري إذن كحبس إلى لنهي جرنال محمد حسين أحمد أيا لو مقعابي كسيمها تليها حبس يدحاء سدو كلا وحال شاعيي إن لو مقعابي قدي ككوبان سيديد حبنود إنا يسو باران دعوذاسي قدي قاس أو مدح ويهي تليها عصب سي هينيا حلكا تاليسكا حبسيكا أفهيانكا عيدانكا أسلوبتا عبدالغني محمد خلف أيا فهفهيي تلابوين لقاذي تضوماني كدب ويركي سبتدي كدعي حبسيكا دحاء مبتشو مجيدو شغكا فريسين إيا مقا عابس كسمي لقا بلابا مانتا أي تاريخ تهي كيولاي شان إيا طوان تيادا اللبادا كون إيا أفري اللباتانكا وحان شقدي كفريسيي تليي حبسيكا دحاء حمري سريق الظاهر عبد الله الراجي انت بارتان كو وصودو سيدو كلو وحان قسمها تليا حبسك الدحاء اي حمر امك عابي جنرال محمد حسين احمد باعه قسي حان ورغداس تليا ايدنك السلوب تصوماليه ده كسو بحضي مانتا او تاريخ تايشان يطوان كبش ازلا سيداس تليو هو امك عابي بودي بارس او دنعية بدن له اي او امك عابي حالك كان على حبسك سدح يطوان كبش waa gudduga gudoomiye waa sareeyo guddo maxamed xuseen ahmed gudoomiye daashan la sare hasan kulmiye awale gudoomiye ku xigeen daashan le ahmed abdullahi bulle damma maxamed umar damma ismaeel salaad maxamed damma maxamed saeed abdullahi damma abdurrashid ali maxamed لبح الدجل حسن علي أحمد قد جاس تليه وقد جاس كمديهين أمنا بلوس كأه أمنا أسلوب تأه هذا شرعية أمنا محكمة ذها وإذا ماذا قال كسداء تليه شغل عصبي مضي بارستينا وي بلعبين ما أنت تعرفت عشان يطمن وحي بارست أسك الصبحة أيها تليها عينك يتسكسين لو ذاك دونان أدي أدوم هزنت ولي واحد يسنا سبرامج كرات كدعذوينك ما حد كتقانا شنت الدل أي كيالان مساجد دا أجوب بدن عالمك إنك استو مساجد أيهين مال أي كعب هذا استان ضد كمسلمين تأه حدنا تاريخ ذا إسلامك إيو واقع هاتا لوجرو لبذا بق مساجد أي أه مال أي دنا هذا كوكب سدان بلشوين كإسلامك سدا كلامه وعدي يبوه ضد كلوجعه إيو لتلين إيو وحبرشة أي أه أذيجيو أي قبتان مساجد هدبا الدنيا ايا وحا كويا لا مساجدو ادو فربدا بل سيو الدمادا عالمكا ايا كو كلابدا تردا مساجدا اي كويا لا دالكودا وحا جرا ودما لا اوغيهاي ان ايهين كوهو غاميا دنكا تردا مساجدا اي ليهين وحانا اصوبا سيدا لا شيغي ان تردا مسلمين تا كنول دالكاسي اي ادو بدن تهي اندونوسيا دالكا نو اه كان اوغو مسلمين تا بدن عالمكا ايا اه كان اوغو هوريا ee ay ku yaalaan masaajidada caalamka ugu badan wadanka ayaa qiyaastii dadka ku nool waxa lagu tilmaamaa 231 milyan oo muslimiin ah sida ay baahaysay dawladda dalkaas hadaba dalkan ayaa waxa uu yahay inta la og yahay ila haatan dalka ugu masaajid badan qiyaas la sameeyay ayaa waxay sheegaysaa in dalka Indonesia uu leeyahay ila 800,000 oo masaajid ah oo ay ka mid yihiin masaajido yar yar oo ku yaala agagaarka badiya dalka hindiya ayaa inkastoo dadkiisu inta ugu badan ay haystaan diinta hinduuga ayaa haddana waxa uu leeyahay bulsho badan oo muslimiin ah oo tira ahaan gaaraya 200 milyan oo ruux waana sababta ka dhigaysa dalkan mid ka mid ah wadamada ay ku yaalaan masaajidada ugu badan caalamka qiyaasadka laga sameeyay masaajidda ku taala dalka hindiya waxa lagu sheegay in ay u dhaxeeyaan 300,000 ila 500,000 oo masaajid ah kuwaas oo kaalin muhiim ah ka qaata nolosha dadka muslimiinta
اه دلکاس یکنول باکستان دلکان او دین تر رسمیگا اه ای اتهای تن اسلام که عیاله دقن آد و قطر او دیمید هاسو آه قیب وین ای کیهین مساجده ترده مساجده قطر دلکاس ایا وحلقو قیاسا این اتهای کدوات سدح بقلو کن ام مساجده اه وحان ای سوگو جران مساجده و وین يوكو ويريار او كويالا دالكا اوران سعود عربية ايا وحا كويالا لبادة دار اي براكيسان اي اسلامكا اي كلا اه مسجدكا حرمكا اي كويالا مغالا دا مكا ايو مسجدكا نبيغا عليه سلاة والسلام او كويالا مغالا دا مدينة لبادة دارة دود ايا اه ان كوا اي جعليهين ان اي بغضان مسلمين تكونو العالمكا اوران تيرادا قود مساجدة كويالا سعود عربية ايا وحا لغو قياسا sagaashani afar kun oo masajid ah masajidaas ayaan ahayn kuwa u adeega dadka gudaha oo kaliya balse waxa uu soo cibaadeysi doon malaayiin xujay ah oo isaga timid dacalada dunida kuwaas oo u yimid umro iyo xaj intaba ugu dambeyntii dalka turkiga oo ah asal ahaan taariikh fog oo islaami ah ayna ka talin jirtay dawladdii ballaarneed ee cusmaaniyiinta ayaa isna la sheegaa inuu leeyahay tiro aad u badan oo masajid ah قياسي إلى سديتن إلى بكون لح بقول سجاش إن سدح أيا لجو قياسي جود أهان مساجدة قطع على دلكاس مساجدة أيا وح كمدة أو ضد بدني حسوستان مسجد كأيا صوفيا أو دور سنة كهر دولة تركيا وبدش شيء مساجد دلك تركيا أيا سنة ذي هي قدم بي وح أو مجي إنه صون ولين يو تاريخه إسلامي أه إسقاط سعري مساجد دهر أو دقها كوع صبنا سمايي دنك كلام dalka turkiga ayaa waxa uu dhowr sano ka hor soo nooleeyay hanaan qadiimi ahaa oo dawladda cusmaaniyiinta ay ku tukan jireen salaada taraawiixda kadib ku dhawaad laba qarni oo meesha ka baxay hanaankaasi waaxda arimaha diinta ee dalka turkiga ayaa go'aansatay sanadkan in dib loo soo nooleeyo hanaankaas oo loo yaqaan andron ee lagu gudun jiray salaada taraawiixda bisha ramadaan sida ay sheegtay dawladda dalkaas nidaamka ayaa soo jiitay توانان كن أوقف بش رمضان مساجد كايا صوفيا أيا كمدة ملاها لوجو تكني كاس أو سيدو كالي دالحيسيال أويمد مساجد كاس أي كمدة هايان دات كي آت كا أوحيسين أي